واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بلسان عربي مبين. تصدح الآيات والخطب من المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة في الحج، لكن هل فكرنا كيف تصل هذه الكلمات إلى مئات الملايين ممن لا يتقنون العربية؟ نعم، من هنا من مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية. قوم هذا المشروع على ترجمة الخطب والدروس والمواعظ الصادرة من المسجد الحرام والمسجد النبوي وترجمتها إلى اللغات العالمية المعتمدة، وقد حظيت الرئاسة ولله الحمد لعامها الثالث بتوجيه من المقام السامي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بترجمة خطبة عرفة للعام الثالث على التوالي. باستثناء هذا العام تم رفع عدد اللغات إلى 10 لغات عالمية، وهي الإنجليزي والفرنسي والفارسي والأردو والملايو والروسي والصيني والبنغالي والهوسة والتركي. كل هذه الجهود لكي تصل رسالة الحرمين، رسالة الوسطية والاعتدال، رسالة السلام من مهبط الوحي إلى جميع أنحاء العالم.